Salut tout le monde, soyez la bienvenue sur votre chaîne qui s'appelle Moulmagana. Khouti, marhaba bikoum fi qanat Moulmagana ou marhaba bil groupe kamel. Youm, jina mfershkha dak Mohamed Fsahi ou la Abou Fahsan Nahili le machin ou smijo. Kima kach arfo, déjà Adil Milo, déjà bwahad min جاب واحد محمد واحد بولحيه الشطابه ديال الجمل جابو الاول باش يدافع عليه وكان تيدير اللايفات معاه والاخر كيهضر والاخر عاوتاني معاه ما عرفناش فين باغين يوصلوا ما صور حتى شي حاجه مع هذا ذاك النحي ابو الاخر مغربي فحصين مغربي ولا قال لك راقي ما عليناش ما صور حتى شي حاجه هو يمشي واحد اليوتيوبر اللي سميتو محمد ابو فحصة ولا مع ابو الفحصي ولا ابو فحصة النحيلي ولا النحيلة ولا مع هذا السيزيد جا من ديبار بقى كيسب في هذوك اليوتيوبرز اللي مضامنين مع القضية قال لهم انتم يا كاملين كتاكلوا من اللحم ديال البشر يعني هدرتكم والتضامن ديالكم مع الاولاد اولاد عادل اللي هما أمنية وعزيز غير هضره خاويه ما كاينش شي حاجه عامره غير الخاويه وانتوما هاد اليوتيوبرز كديروا اليوتيوب غير باش تربحوا الفلوس وسوقكم خاوي هو قال لكم كترزقوا من اعراض الناس يعني كتهضروا على ميلودا باش ما تبقاش دير شي حاجه على ولادها وتقاد راسها وانتوما غير يوتيوبرز حزاقه بهذا المصطلح هذا جيت غير باش نقول لك واش عقلتي على راسك ملي شديتي على القادوس يعني وبهدلتيه مسكين داك على القادوس جتيه من بعد ما بهدلو داك بلال جتيه انت عاوتاني بهدلتي ودرتي به فيديوهات وقلتي له يلا تلاح وطلعتي به قناه ابو فحصه ولا ابو الفحصي وعلى القادوس انت ماشي كتسترزق من اعراض الناس انت كتسترزق من الناس كتاكل من اللحم ديال الناس السيد بوفري مقود عليه درتي به فيلم درتي به ماشي فيلم درتي به سلسله مشيو على القادوس شوفوه على المسكين على نيتو جالس كيقول يا عمت يا وانت جالس يا خويا جالس كتشفف السيد وجالس تتحطم ليه الاراء ديالو حشومه عليك هادشي اللي كدير ومن بعد ما اكتشفك هوايا بغيتي تصيفطيه للحبس حقا ما حقا بغى يدير المرتي ولا بغى يفعل ولا بغى يقتلني ولا بغى حشومه صاحبي